هل أنت مطلقة؟ وين زوجك؟ تحكي عن قصة زوجك؟ وين زوجك؟ وليش عايشة عند أهلك؟ وين بيتك الزوجة؟ وين بيتك الزوجة؟ وين الكنبة الصغيرة اللي بتقعدي عليها؟ وين البند الكبير؟ أنت غيرتي بيتك؟ نقلتي من بيتك؟ هذا أصعب فيديو أصوره في تاريخ القناة، ولكن إجا وقته لأنه في هون شي كاتم على صدري لازم أشاركه معاكم، لأنه لهون وبيكفي، عجد بيكفي. أول مرة تشوفوني بهاي الحالة، عجد متوترة وعن جد تعبانة. حبيت أشارك معكم لأنه خلص صار لازم تعرفوا، وأنتوا عائلتي وإحنا عائلة واحدة، وما بدي أخبي عليكم أكثر من هيك. لما قلت لكم اسألوني رح أجمع أكثر أسئلة مكررة عشان أصور الفيديو، وكنت بعرف شو رح ألاقي بالأسئلة، ما كنت يعني متفاجئة أو مستغربة، لأنه عارف الأشياء اللي تنسأل كل يوم، مش بس بفقرة الأسئلة والأجوبة، ويمكن بالتعليقات تقرؤوها، يمكن في كل مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر هذا السؤال وبنقرأ يوميا يعني. أوكي، أرجى الانتباه لأنه ما بدي أعيد، لأنه حابة نكون في هذا الفيديو صراحة 100%. يا حبايبي دعمكم، ما رح أقول لكم مرة مرحبا حبيبتي ثلاث سارة وهيك، حقول مرحبا يا عائلتي يا حبايبي. صلوا على النبي، طبعا صلوا انتوا حبايبي وانتوا عم بتتابعوني بالفيديو. وتاني شيء رح ابلش، مثل ما شفتوا الاسئله اللي على الشاشه بتكرر كتير كتير كتير. اوكي، نرجع لسنه ورا. بقوه ملاحظتكم انتوا عن جد لاحظتوا كل شيء، شو اتغير في حياتي وشو صار. تغير أثاث بيتي، تغير بيتي، تغيرت شغلات كتير حتى في حياتي. في ناس قاعد يقولوا مش انت سارة زي أول، فيديوهاتي أيضا مش زي أول، نفسيتي مش زي أول. أوكي بحييكوا على ملاحظتكم، فعلا إحنا عيلة واحدة لما تلاحظوا هذا الشيء. الموضوع ما فيه، أنا بمر بحالة مش سهلة أبدا، والتساؤلات اللي عم تسألوها دايماً يس، أنا منفصلة عن زوجي، أنا امرأة منفصلة، لسه ما أخذت ورقة طلاق رسمياً ولكن منفصلة، يعني مني عايشة في بيتي الزوجي. البيت اللي شفتوه هذا الأول اللي أنا كنت أصور فيه ما عاد بيتي، كل شيء اتغير. صار لي بعاني حرفياً سنة ولسه فلساتني عم بواجه مشاكل، ما انتهى الموضوع. او ماي جاد، قد ما حاولت انه ما احكي بس كتير لما بقرا هاي الاسئله بتعب نفسيا، لاني بيكون الجواب واصل يعني خلص بدي انطقه وبرجع بقول لا سارة مثلي، ابتسمي واعملي حالك سعيده عشان خاطر متابعينك ياخذوا الطاقه الايجابيه منك. ودائما انا كنت طاقة ايجابية وبحاول ما ابين هذا الشيء، اروح اوقف قدام المراي، احط ميك اب، اظبط شعري، اغير ملابسي، يلا سارة 1 2 3 تحول لشخصية ثانية، كل هذا عشان خاطركم ما ابين. في كثير لاحظوا سارة مش انتي، سارة ايش في؟ انا بالعاده ما بحب احكي عن حياتي الشخصية، وبتعرفوني ما بحكي عن حياتي الشخصية ابدا من يوم ما تجوزت حتى ما خلفت وهيك، بس لما تطلع الامور خارج السيطرة وخلص يعني هذا مصير أعيش فيه ورح يتغير شغلات كثير في حياتي، لازم أشارككم فيه. زي ما قلت لكم صار لي سنة وسبب عدم نزول فيديو مايا عيد ميلادها، هو أنا عمل كل شيء لكن تأجل بسبب الظروف اللي أنا عايشة فيها. أنا شخصية بحاول ما أبين هذا الشيء، ولكن حاولت كثير، فعندي كثير أمور وضغوطات فوق مقدرتي وبحاول ما أبين هذا الشيء.
لكن حان الوقت انه خلاص. بعد هذا التصريح اتمنى دعمكم. اجت علي ليالي كتير ما كنت حابة اصور وخلاص انا مش قادرة اكمل، انه ضغط كتير وتعب كتير، بس عشان خاطركم انا بضغط على نفسي واحاول ابين دايما الافضل. صار ايش فيديوهاتك هيك عم تنزل سارة؟ ليش هيك؟ انتي هلأ عرفت الاسباب اللي انا كنت بخبيتها عنكم. اللي بدي منكم اشي واحد بس، دعمكم. انتو مصدر قوتي وانتو مصدر سعادتي، يعني الحمد لله لله ثم انتو. والله العظيم انا كان مش هيك حالي. اي نعم الحمد لله اهلي معاي داعميني نفسيا ومعنويا وكل اشي، وبنتي حبيبتي معاي لكن في امور غصب عن الانسان بكتئب وبنصدم صدمه ورا صدمه وهيك. ف اجى الوقت اللي خلص اقولكم كل شيء، لانه خلص عشان قدرت اتحمل. فبليز بعد هذا الفيديو ما بدي اي سؤال ينسال عن حياتي الشخصيه او الاسئله اللي تسالوني اياها. ليش عايشه عند بيت اهلك؟ انت مره مزوجه او مطلقه او منفصله؟ هلا عرفت كل شيء. وشو ما يصير معي جديد راح أخبركم أول بأول، شو ما يطرأ أي شيء جديد في موضوعي كل شيء راح تعرفوه أول بأول، ما راح أخبي عنكم ولا شيء. بعرف في منكم هلأ مصدوم، في منكم أكيد كان حاسس، في منكم يعني الإنسان كل واحد حسب شخصيته كيف تلقى الخبر، بس أنا ما حكيت هذا الشيء بغرض إنه الشفقة منكم أو إنه يلا إنه هيك حكيت عشان فيوز. لا والله لا هممني فيوز ولا هممني الشفقة، بالعكس إحنا عيلة واحدة. أنا حكيت هذا الموضوع عشان بس أرتاح من اللي هون كتبني مش عارفة أطلعه، يعني بخبي شيء وقول لما اقراه بيزعجني وبتعبني. فزي هيك حكيت الموضوع عشان خلاص نشيل الحاجز اللي بيني وبينكم، كان في حاجز هون فهلا انكسر هذا الحاجز بيني وبينكم. صريحه معكم ما في صراحه اكثر من هيك، وزي ما قلت لكم ايش ما يصير معي جديد ان شاء الله حصير اخبركم اول باول. دعائكم ودعمكم بيقويني وبشجعني حبايبي وبحفزني لاعمل واتحمس بشغلات اكثر واحلى دائما حبايبي. وفي سؤال ثاني بتكرر، صار ليش ما نزلتي فيديو عيد ميلاد مايا او وين فيديو عيد ميلاد مايا؟ اوكي حبايبي، هو سبب عدم نزول فيديو عيد ميلاد مايا، بعرف كنت متحمس له وانا كمان كنت حابه اشاركه معاكم، بس هلا عرفت الاسباب. هو عيد ميلاد صار واحتفلنا فيه كل شيء، وبعرف كنتوا كثير متحمسين تشوفوه، انا كنت كثير محمسه وكثير كنت حابه اشاركه معاكم عشان مايا نزلتكم، ولكن للاسف سبب الظروف اللي انتم هلا عرفتوها بمر فيها، واضطرت اسافر على السويد وبعدين رجعت تاني على الامارات، وصار كثير عندي لخبطه بسبب الظروف فما قدرت انزل الفيديو. فيا حبايبي سامحوني، هلا عرفت الاسباب اللي خلتني ما اقدر انزل الفيديو، بس ان شاء الله راح ينزل في وقته الحلو والوقت المناسب ان شاء الله راح اشاركه معاكم حبايبي. ويا حبايبي اتمنى بعد هذا الفيديو بعد هاي التصريحات اللي حكيتها انه يعني ما تضلكم تسالوني عن حياتي الشخصيه، لانه هذا الفيديو واضح في كل الحكي وما في شيء جديد احكي يعني هلا اكثر من هيك. فيا حبايبي قبل تسالوني شوفوا هذا الفيديو في القناه، ويا فاي سؤال حتلاقوه بهذا الفيديو حبايبي جاوب عليه، وشكرا لكم. هلا بدي دعمكم حبايبي، وعن جد اكتبوا لي بالتعليقات كلام يقويني ويدعمني ويحفزني عشان اقوى فيكم وأقدم لكم الأفضل، وأوعدكم ما راح هذا الشيء يأثر مع يعني علي ومعكم، بالعكس مرقت سنة يعني لو كنت بدي أتأثر وأسكر القناة وهيك كان سكرتها من زمان، بس إنه أنتم مصدر القوة لإلي الحمد لله بعد رب العالمين. بقول لا يا سارة عندك حلم وعندك عيلة 700,000 شخص وعم بستناك وعم بدعي لك وعم بشجعك، ما تخلي شيء يهزمك. فحبايبي الله يسعدكم يا رب، كل شيء حيكون في وقت الحلو، عيد ميلاد مايا في وقت الحلو حينزل كل شيء ان شاء الله، بس بالراحه علي شوي شوي لانه زي ما انتم عرفتوا هلا ظروفي اللي انا كنت مخبيتها عنكم. سامحوني اني خبيتها عنكم سنه، بس لسه ما كنت كثير ضايعه ومشوشه ومش قادره اخذ القرار ومش قادره اخذ قرار اني اتكلم وافصح، لاني مش معوده احكي هيك عن حياتي، بس اخذت القرار الحمد لله. بحبكم يا احلى عيلة. وبس حبايبي هيك بكون رح اختم الفيديو لهون، بكفي لهون. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، اكبسوا الزر الاحمر عشان تنضموا لعائلتي،
وبحطلكم إن شاء الله سلسلة حلوة في رمضان عم بشتغل عليها، وراح تشوفوا كل شيء راح ينزل وحنعمل أحلى شغلات مع بعض. بس اشتركوا هذا الزر الأحمر، اشتراك منكم والله العظيم بيقويني وبدعمني، تعليق منكم تغمر عيوني سعادة وفرح معاكم، يعني عن جد انتو ما في أحلى منكم، بحبكم كتير يا أحلى عيلة حبايب وينوتيلات سارة ومايا للأبد إن شاء الله. يا تابعوني على إنستغرامي، إنه بإنستغرامي أنا بتفاعل أكتر وبعمل دايما فقرات أسئلة وأجوبة أكتر وفعاليات أكتر على إنستغرام، فهذا هو إنستغرامي. واستنوني إن شاء الله في رمضان مع فيديوهات أحلى وسلسلة جديدة، بحبكم كتير، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. باي باي.